السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، رح ناخذ القاعدة الثانية من اليونت الأول اللي هي أجزاء العائلة. رح نحفظها نكتبها كتابة. احنا أخذنا my family، يعني أخذنا العائلة قريناها وحلينا صفحة ستة بالكتاب الملون، هي موجودة بصفحة ستة. حلينا يعني كل شخصية وجواها الاسم. اليوم إن شاء الله راح ناخذها نحفظها وشون تجي صيغة الأسئلة الوزارية. يعني أكو مثلا أجزاء العائلة الرئيسية وأكو الغير الرئيسية، فناخذ أجزاء العائلة الرئيسية. هياتها هذه، خلنا نشوفكم إياها. هاي عيني صفحة ستة، برادار وغراند مادار وغازين وأنكل وسيستر وغراند فادار، وعندنا أنكل وأنت. يلا زين، هسه ايش أسوي؟ راح اكتبهن واحفظهن وشون تجي صيغة الاسئلة الوزارية. يلا يوم اول مرة نقول اجزاء العائلة اللي هي نقول اجزاء العائلة اللي هي my family، brother اول مرة brother. شنو هذا البرادر؟ يعني شنو معنى البرادر؟ الأخ. زين جراند، جراند مادر، جراند مادر هذا الأخ. جراند مادر اللي هو الجدة، جراند مادر. بس جراند فادر الجد. بعدش عندي انكل اللي هو العم او الخال. عندنا الانت اللي هي العمة او الخالة. غزل، كازن اللي هو ابن العم او ابن الخالة او ابن العمة. بعد عندي سيستر الاخت، برادر مادر سيستر كازن انكل. اي هاي زين. هنا عندي المي يعني باعتبار انا. هسه شبيه هذني؟ هذني أجزاء العائلة نحفظهن، حفظناهن لفظ وكتابة ومع الترجمة. شلون تجي صيغة الأسئلة الوزارية؟ خلينا أحلها جوا. مثلا يقول لي هاي أجزاء العائلة الرسمية. هسه ناخذ أجزاء العائلة الغير الرسمية. مثلا عندي فادر، فادر يقول لك الصير داد. فادر شلي شو الصير داد، هاي احفظها ايش تجي فراغات. اثنين عندي مادر مام، مادر مام. ثري عندي جراند فادر، جراند فادر شو يصير؟ جراند بي اي، يعني يجي بس هذا اختصارها جراند. زين عندي بعد شنو شلون يجيبونها؟ جراند مادر،
grand mother اختصارها grand me وعدي الخمسة هي الآن العم أو الخالة شو يصير أن بس أضيف لها اي 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 هاي يعني أجزاء العائلة الرئيسية. سويت لكم هذا الفيديو حتى تحفظوا لي أجزاء العائلة اللي هي هذني كتبتين وشون تجي صيغة الأسئلة الوزارية. يعني تجي مثلا father تعطيك فراغ، father شنو dad، mother mom، grandfather وهكذا. فنحفظ هذني أجزاء العائلة وإن شاء الله التوفيق.